بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ان شاء الله النهاردة يا جماعة هنبتدي نكمل مسيرتنا في الاندرويد ستوديو، ونكمل حاجة برضو صغيرة على الايمج فيو، ونضيف معلومة جديدة لينا، وهي احنا دلوقتي انا عندي الصورة زي ما احنا خدنا في الدرس قبل كده، ازاي نضيف صورة وازاي بنختار او بنكتب اسم الصورة. النهاردة الصورة دي قدامي، انا عايز اخلي الصورة دي اخليها تبقى فوق، يعني اخليها ما تبقاش زي ما هي موجودة قدامي. عايز اطلع الصورة اخليها فوق في الجزء الفوق في الموبايل. هنكتب اندرويد دبل دوت سكيل طيب ايكوال سنتر كروب. ادي كده شكل الصورة، خد على طول الصورة سنتر كروب زي ما احنا شايفين اكنها مقصوصة. طيب سي سنتر، طب سنتر انسايد سابها زي ما هي. لو خلينا الصورة فيت ستارت، طلعت الصورة بقت في الجزء العلوي للسكرين، وفيت اند، فيت اند بقت تحت. وطبعا كل حاجة منهم ليها استخدامها. لو انا عايز بعمل حاجة معينة في الابليكيشن بتاعي، ممكن اكون محتاج احط كلام فوق واحط الصورة تحت، او الصورة فوق وكلام تحت، على حسب ما احنا بنكون شغالين برضو. وفيت اكس واي، شايفين هنا الفرق الفيت للاكس والواي السنتر كروب. سنتر كروب خدنا بالنا هنا الشكل بيعمل زوم، لكن هنا فيت الاكس والواي مختلف. انا مش قادر احدد قوي يعني، بس اعتقد هو هنا دي الفيت للاكس والواي عم بس فارد الصورة على السكرين بتاعتي، لكن هنا السنتر كروب فعلا هنا اسف هنا عامل كروب للصورة، يعني اكني يعني بعمل زوم على الصورة وبقص، فطبعا الصورة جاية هنا فول سكرين عندي تمام، بس هي معمول لها كروب. والتانية بتبقى فيكس بنفس حجم الصورة، بس بعمل فيكس للإكس والواي بتاعتي. طبعا دي كده كانت حاجة بسيطة، أتمنى إن شاء الله أكون كده وضحت إن شاء الله حاجة جديدة، وانتظروا إن شاء الله في درس جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.